كوكو عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حار وحلو. اليوم باش نطيبوا حاجة حلوة وبنينة برشا، باش نعملوا جاتو بالشوكولا وبالزوزة وباش نزينوه بالفخيز. هاكم باش تشوفوا ليزيتاب الكل. أول حاجة خذيت الشوكولا حطيتها في بانماري، تبدأ طنجرة فيها مية ملوطة ونشعل عليها النار، وباش ناخو 100 غرام جولجينا. الجولجينا باش تخلي لي الجاتو هكا يبدي لي طوندغ على الاخر. نخليهم توا يذوبوا في عقلهم. باش ناخذوا 3 كعبات عظم، وباش ناخذوا معاهم السكر. الجاتو هذايا راهو باش يبدا كيل فوندون شويه، ماهوش جاتو غران مير، باش يقعد مويلو يبدا هكا في بعضه وبعد يذوب بنين على الاخر. توا باش نركضوا السكر والعظام حتى لين يبيضوا بالكدا. ها هو طلع العظم والسكر بالكدا بالكدا. توا باش نزيدوا الفرينه، باش ناخذ الفرينه نتاع ورده نتاع الباتيسري، باش ناخذ زوز مغارف كبار. ناخو صفية ديما باش ما تكعبرليش. فوالا ونثبت البانماري هكا سخون كل شيء. نعمل ركضة صغيرة مع الفارينة وتوا باش نخلطو الجولجينا والشوكولا بالكدا. هاكا ريتوها كيف ذابت بالكدا. باش نصبوا الميلانج هذا على العظم، ماذا بينا ما يبداش سخون برشا، يبدا جوس دافي باش العظم ما يتيبش ما يشدش السخانه. نحط ديريكتومون الميلانج ونخلط. واخر حاجه باش نحطوا زوزه هكيكا مهروشه تقعد طروف كبار ونخلطها وفيت الحكايه. راهم الجاتو شوكولا واللي كيك وكل راهم ياسر ساهلين، جوست هكا لازم تجيك الفولونتي باش نقدوهم. وكهو نزيد نخلط التخليطه الاخرى بالكدا. كيما ريتو هذا راهو جاتو ما غير خميره. ناخذ المول حطيت فيه بالكدا الجولجينا، وباش نحط البات هذي تيب باش نحطها 180 دغري بوندون 20 مينوت وتخرجوها من بعد تكمل تشد روحها، لازمهاش تيب كومبليتمون. وتوا قبل ما نحط الجاتو في الفوق خلنا نغسل البول باش ما تقعدش ريحه العظام واحلى بالبرودوي لي لا. الجاتو طاب وقلبته بعد ما طاب ومن داخل راهو قعد مويلو بالكدا. باش نزيدو نبنوه اكثر فاكثر باش نعملو سيغو دامبيباج نتاعنا. باش نعملوه باش ناخذو شويه ماء نحلو عليه النار، وباش ناخذ معجون الفريز نتاع سيكام. لوغو نتاعو هكا بالفريز قوي بنين بالكدا. نحطوه في الماء ونحلوه، وهذا هو السيرو اللي باش نكونوه. نخلطو بالكدا
ونخليوه دوب ما يهز غلوة. لهنا عنا الجاتو باش نعملو فيه هكا دي ترو باش يزيد يشربك السيرو متاعنا بالقدي. انا يعجبني برشا الميلانج بين الشوكولا والفريز. وتوا دوب ما تفي باش ناخذ البانسو ونطليوه بالقدي. وتوا لهنا ذوبت شويه شوكولا مع شويه جولدينا وباش جو في ليتالي هكا سياسه بالسياسه. فوالا. وتوا باش نحط شويه سكر غلاس وتوا نحط كعبه الفريز. ولهنا حضرت كعبات فخيز غطستهم في الشوكولا باش نجي نحطهم في الوسط. ونزيدوهم شويه سكر غلاس من الفوق. وفات الحكايه. هذا الجاتو او شوكولا متاعنا هاوكا ديكوراسيون تري سامبل وسهله الغسيت على الاخر كما قلت لكم. جوست ابداو الجاتو تلقاو الغسيت الكل على الباج فيسبوك بتاع الكوجينة وتلقاو حلقات حار وحلو الكل. وتو مقعد لي باش نقول لكم كي ان شاء الله نتقابلوا في الحلقة الجاية. باي باي.